موضوع مزعلني جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تحرمناش من دعمك. دعمنا لأن القناة دي بتاعتك أنت، الفيديو اللي بعمله بعمله لحضرتك أنت، فبعد إذنك ادعمنا بلايك حال لايك حال. اليوتيوب يا جماعة، الفيديو اللي أنا بعمله بينزل على اليوتيوب في العالم كله. على فكرة عندنا متابعين من أمريكا، فرنسا، ألمانيا، أسبانيا، إيطاليا، بصوا في كل العالم، والله كل العالم الحمد لله لينا متابعين. فالفيديو ما بينزلكش انت بس، بينزل لكل الناس، واليوتيوب هو كل دقيقة بينزل فيديوهات. اللي مش عاجبك الفيديو، اللي ما يعجبكش روح للفيديو اللي يعجبك يا عم. انا عندي في القناة الحمد لله اكثر من 70,000 جزائري، وده شرفني على راسي من فوق، حاجة تسعدني والله. اكتر، وان شاء الله هيوصلوا مليون ان شاء الله. أكتر من 70,000 جزائري، يعني تقريبا أكتر من 80% من المتابعين في القناة. أنا بعمل الفيديو للمتابعين، الناس اللي بتدخل تقول إيه كابتن اتكلم عن بلدك. أنا مش بعمل الفيديو يا جماعة عشان أتكلم على بلدي ولا مش بلدي، دي مهنتي شغلتي. أنا بعمل الفيديو للي بيتابعني، للمتابع. ابتديت في مصر في أول السوشيال ميديا وتحليلاتي، أهلي وزمالك في مصر لأ، يا اما تعيب في الاهلي عشان الزملكاويه يشوفوك، يا اما تعيب في الزمالك للاسف. ومشاهده المنتخب مش مشاهده خالص، بيشوفوا بس المنتخب في البطولات والاحداث الكبيره قوي، وبنتكلم عليها في الفيديوهات، بنقولها لازم نتكلم على منتخب مصر في الاحداث الكبيره. لكن انا بعمل الفيديو للمتابعين. قناه بين سبورت، قناه بين سبورت كانت السنة اللي فاتت مانشستر سيتي، أي مباراة لمانشستر سيتي على القناة الأولى، لأن متابعين الجزائريين كلهم بيتفرجوا على بين سبورت عشان رياض محرز في السيتي. والله أول ما رياض محرز ساب السيتي بقى القناة الأولى تذيع ليفربول أو مانشستر يونايتد، عشان هنا في محمد صلاح وهنا في إمرابط، فعارفين يعني. من الآخر يا جماعة، اللي بيعمل محتوى بيبقى أهم حاجة عنده إن الناس تشوفه. يعني حتى بيعملوا مثلا مسلسلات يقول لك نعرضها فين؟ في رمضان، لان في رمضان الناس بتشوف اكتر. اللي بيعمل فيلم يقول لك نعرضه في العيد عشان الناس بتخرج في العيد وبتروح سينما. فاللي بيعمل محتوى اللي زي او زي غيري بيعمل محتوى للناس اللي بتتابعه. يعني هقول لكم على نكتة هتضحكوا عليها. السنه دي لقيت واحد جزائري، يعني في بعض الجزائريين يعني احترامي ليهم، يقول لك ايه كابتن اتكلم على موريتانيا، بلد عربي. ايوه يا عم عربي على راسي من فوق، بس انا مش عامل القناه كده. اذا كنت انت بقى اللي بتقول انا جزائري اتكلم على موريتانيا، ما بتدخلش على الفيديوهات الجزائريه وما بتدعمناش ولا بتعمل لايك، تطلب ان انا اتكلم على مين هيشوفني؟ جيب لي فيديو كده على السوشيال ميديا بيتكلم على منتخب موريتانيا تجهيزه للبطولة. احنا يا جماعة مش يعني مش عاملينها عشان نراضي الناس، احنا عاملينها علشان اللي بيتابعونا. يعني انت بيوصل لك الفيديو الجديد، الحمد لله احنا متابعينا محترمين من الجزائر اخواتي، لما بعمل فيديو بيوصل ناس جديدة. الناس الجديدة دي قبل يا حبيبي ما تدخل تتكلم وتقول خليك في مصر ومالكش دعوة بينا، يا اخي ادخل وشوف التعليقات وشوف المتابعين في الفيديو عاملين ازاي، شوف حب الناس لينا ازاي، لان احنا بنحبهم من قلبنا فهم كمان بيحبونا، والعكس صحيح، هم بيدعمونا وبيحبونا، انا كمان لازم اتابع واعمل. لما في مره والله العظيم السنه اللي فاتت النور اتقطع، والسوشيال ميديا عندي النت ما فيش نت في البيت خالص، وكان ماتش الجزائر، عدى ساعه على المباراه، بعد ساعة بالظبط النت جه، النت شبكة النت وصل عندي، بفتح الموبايلات رسايل، كمية رسايل، الواحد فرح، الناس بتتابعه. فينك يا كابتن؟ الماتش خلص، مستنيين تحليلك، انت فين تحليلك يا كابتن؟ كده برضه يا كابتن اتأخرت علينا في الحمد لله حسيت ان في ناس غالية عليا منتظرة بعد نهاية الماتش بيدخل على قناتي، فملقاش التحليل، اضطريت اعمل التحليل متاخر بالليل عشان ما كانش فيه. يعني اقصد ان في ناس بتتابعنا، اللي بيتابعنا الحمد لله. اللي بيزعلنا ان بتلاقي في التعليقات واحد داخل يقول ايه ما تكلمش عننا خليك في مصر. يا عم الشبكه الانترنت والقنوات ملهاش بلد، ملهاش بلد.
كل واحد بيتكلم للناس المتابعين عنده، للمتابعين عنده. انا بقول لكم والله 70,000 مشترك، وهل ال70,000 بيشوفوني كلهم؟ لا، في ناس بقى عندها ظروف، في ناس بعيدة، في ناس الحدث ما عجباش، في ناس الفيديو مش عارف، الحياة كده. فكل يوم في تطور. ادعمنا بلايك بعد اذنك، واللي اللي يدخل ويقول ما تتكلمش عننا تاني والحاجات دي، لو سمحت انت رد عليه، انت الغالي اخويا الجزائري اللي بيتابعني بقاله سنين، رد عليه قول له شوف حاجة تانية مالكش دعوة بينا، يروح يشوف يا عم اي فيديوهات تانية. متشكرين.